هي طبعا للفريق السيسي، وكل قواتنا. وانا بقى نفسي قناه الحياه على قد ما الاخت اللي قالت تفتح قناه الطبخ، انا نفسي كمان تفتح قناه للاطفال ان شاء الله. كل كلامكم ده ان شاء الله، لان انا بحب قناه الحياه جدا جدا. الاداره عندنا بتاخد كل ارائكم ده وتنفذ تحت امرك يا فندم. حاجه ثانيه يا فندم متعاونه؟ انا عايزه اسال على طريقه الكبيبه الشامي. الكبيبه الشامي حاجه ثانيه غير الكبيبه الشامي؟ لا متشكره. تحيات لمصر وتحيات لوزير التموين ورئيس الوزراء اللي عمل لكم الخضار والفاكهه تسعيره جبريه، بس بنطلب من الوزاره متابعه الاسواق ومتابعه الانتاج عشان مافيا اللي بتلم الحاجه من الاسواق.